السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباحكم صباحي، صباحا يطرد الفقر، وصباحا يوفي الدين، وصباح من سار النخل ويد لمه عجين. شيء خير من هالصباح؟ كم لك من الأجر يا دلمك عجين؟ هذا ابوي هاي القناة بعينها. كيف حالكم؟ شو أصبحتوا؟ كيف أنتوا؟ شي العلوم شي الأخبار؟ أنا أخباري طيبة وعلومي زينة، وصابحك الصباح الفنان اللي ماشي شرات بالدنيا العودة، اللهم لك الحمد على ما قالوا هالأول ماكلات وشاربات ومنحات الموت مات. أموري طيبة وأشياء زينة، وبرنامجي اليوم الحمد لله بيكون إن شاء الله حافل قطاعة الرحمن والسير والجي الإيجابية. يوم البرنامج برنامج نحافل أمنا شيء سيرة بين ردهات محكمة دار القضاء في أبوظبي، دار القضاء روحها، فبتكون سيرة وايد جميلة وايد إيجابية. بتعرفون فيها شو يدور بين ردهات المحاكم ودار القضاء في أبوظبي، والخدمات اللي تقدمها دار القضاء في أبوظبي أشياء جميلة وزينة، وتنفع العرب كلها، وتنفع كل إنسان، وتنفع كل الديانات وكل الأطياف وكل الناس اللي موجودين في الدنيا العودة، كلها تحتاج للخدمات هذه. مش إنك ضروري تكون أنت مواطن ولك أوراق في المحكمة، ولا إنسان عليك دين، ولا عليك قضية، وايد أشياء الآدمي يحتاج لها وحايته تقضى في المحاكم. نعم، تقضى في المحاكم وبين ردهات المحاكم وفي ممرات المحاكم. محاكم دار القضاء في أبوظبي في خدمات جليلة تقدم، وخدمات تقدم تكاد الأولى من نوعها على مستوى العالم. ما توجد نوع دار قضاء في العالم يقدم لكم هاي الخدمات إلا في دار القضاء في أبوظبي. وإن شاء الله ما بتسمعون إلا كل شيء يسركم ويفرح خطركم إن شاء الله. وتحيدون الله يحفظكم. أقولكم هذه العجلة اللي تشوفونها، حد يسميها عكروشة، حد يسميها عجلة، هاي يسمونها دبل، نوع دبل. هذا النوع دبل متواجد، وهذا موسمه، هذا شرات الياسمين، ريحته وايد خنينة. أقولكم وشي لونين، لون زهري هذا الغامج، وشي لون أبيض. أنا أخذت اللون الزهري هذا، وريحته قوية وفنانة، ما أدري عايز يسمونه لا أسم. بنتصل في حمد البيرق، هو بيخبرنا عن اسمه، ما أعرفه والله شو. لكن ما طاعي يتقوى من العام مزروع، ما طاعي يتقوى زين ما زين، متقوي لكن أظني ما بذاك الزود، يعني ما في زود قوة، مفروض يكون غل ورق زيادة. لكن إن شاء الله ظانين في المعبود خير، إن شاء الله إن السنة تكون سنة خير وسنة رزق ونصيب من الله سبحانه وتعالى. قلت لكم توني تحيدون ونسيت شو ما كملت سالفة الورد. ترى اللي يدور جداب العين هو اللي الواحد يرمس عنه. فأقولكم إن شاء الله إذا الله راد اليوم حين بيون بيشلون سيارتي كارزون، مسوين سيارتي سيراميك وجلاد ومسوي لها حماية، وما وكل ما دقوا تليفون بيون يشلون السيارة علشان يسووا لها الصيانة مالتها الدورية اللي هي كل شهر. أقولهم عقب أسبوع عقب أسبوعين، اليوم سافر ولا لا اليوم عاد قال ضروري إني قلت من شهر عاد قالين بيوم 9:30 بنسولف وياهم شوي خفيف خفيف، وبشلون سيارتي وبسير أنا المحكمة اليوم ويا منهل المدير مكتبي إن شاء الله. فزيارة المحكمة بتكون في سيارة المنهل، سيارتي بشلونها شو بسوي، وسيارة ثانية بيصيروا بها العين الأهل. بس هاي العلوم كلها بس بنف هذا شامبي. شوف هذا يبال جليب. ها هاي لا ايوه هاي يبال جليب. شوف هناك تحت هذاك، شوف ليش هم خلنها هذا طلع لا شلونها. يلا جلعها اجلع هاي تجلعها هي هاي شي خصها ماخذ قوة شيار كامل. شوش قايل من تحت لازم تجرحها الحين قصيت تقص انت ما شيء فايده. شوف هاي بين فتره والثانيه لازم شيء خلي تحت الحين هاي روحها ظاهره. هذا هذه شو هذا؟ ها هذا
عربي والله انا ما اعرف هذا بكشره عقه هاي بالها جلي باللاب كل هذا شوف هاي اي شيء ارتحت هي لازم بفتره الثانيه هاي بار زياده شويه يبل التربه ها زراعه شويه تعبان هني تعبان ابوي لان ما يتجلبها غير نمونه تشامبي شو وياك اختسيت ها صغير 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 كلش شله هي هي ها صغار شلون ما يخلونه لازم بفتره ثانيه بال ابوي تجليه وتعديل وتسميد وتهويه وكل شيء يباله حاله حاله تحت شوف ايش قاعد غير وين بتتقوى وين بتيها القوه وين بتيها القوه انا ما طلع هذا شله شله اي شيء تحت شله خل بس اللي من فوق يلا جلب يا شامبي وين القوه وين القوه يا شامبي اول ما قواك وما شدك وحيشياك تخمكرت هالنمون يلا يلا جلب 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 شو شو ليش ما حطيت السمال يا اعطيه ها بس هذا الشكل وليش ما خليت زياده زياده ما ماما انا ما عليك من ماما ايش دراها ها حط شويه ها هالكثر ها لا شوف هالكثر كبر الكف حق كل وحده وحط لها شويه فيتامين نبات فيتامين اعطيه حطيت فيتامين هي وتجلب زين ما زين وكل اني بالهن تربه زياده هي وبال تجليب زين ما زين يلا بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك نفعت نفعت يا شامبي نفعت يا النفاع نفعت نتعب في عرس شو اسمه ولد مالك؟ ولد مالك عوض عوض؟ عوض قرب اللهتك وين طحت عليها الاسم؟ يا ويلك والله لو دروب وقص الخشمك استغفر الله العظيم قرب اللهتك عوض مره واحد مسمي ما اقول عنك شيء هذا خا ما ينقال عنك ما في بقول ما بقول بقول شيء خنت السلام صباح الخير ابوي اليوم صباح ابوي لجدور 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 اللي تنبخ تنبخ تبارك الرحمن مرة على وشك كم باقي حبيب باقي الساعة واجد حبيب زين حي ريدي هو اجي شل فعلنا اللاس فعلنا اللاس ريدي حبيب زاهد الحين غاية الدواء ريدي جاهز دواء ها يلا 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 هنايا صباح الخير صباح النور شو صباح النور اقولكم اليوم ترى شغله مبايض جدور ايه حولوهن الطيور حولوهن حولوهم عن الظليل يا ساتوي على الملعام يلي ساتني اظني بفتره والثانيه يبقى المكان هن تغيير فهالاساس غيروهن هناك ودوهن صباح الخير اليوم عاد غادي فنان تقول ما فنان لا والله عيب اني اللون هو شوي غامض لكن فنان وزين لا والله لا زين وفنان ولا شيء شعراته اموري طيبه مصبحك الصباح الزين ها مشاهد ها ديجو كل شيء زين الحمد لله ها رشيد كيف الحال مي زين احسن ها تغيير تشنج ما يتكلم مصاوخ ام الحنايه يس هاو ار يو فاين ثانك يو everything good yes everything good زين ثانك يو اي صلاح صباح الخير ها اليوم حق هذا صالون نسيت ولا انا ما نسيت حبيبي ابوي يا بابا تمام
عن كلامك وين صرت اليوم ليش تأخرت هكذا؟ ولا هذا ولا عشت كمان. بلا وبلا هالسيارتكم خايسة صلاح. أنا ما أعرف ما أعرف. كيف السيارة أبو صلاح هكذا؟ أنا ما أعرف. منو عيال منو أسأل منو؟ خرب الله وليش ما تواجع أنت؟ أنا يخص أنا ما أخص. كيف ما يخصك أنت ترى الأرباب؟ منو يعطي معاش؟ من يعطي أسد معاش؟ أنا. زين يوم أنت تعطي المعاش. اقصر يدك لا تعطي المعاش. قول مالك معاش ليه تنظف السيارة؟ أنت تكلم لازم أنت تكلمه. أيه لا أقولني. زقله تليفون دواركة من الحناية. زقري أسد بسرعة. أسد. بسرعة. قول. يلا. أنت. دستريل عند أسكر خير في ظلام الليل. صلاح. افتن علي. من عارفك لا لي عارف الكلام. إيلس إيلس أنت يا سحيل. وين يقول لك صلاح ليش السيارة كلها خايسة؟ وايد بعيد ما تظهر في الصورة حين أنت. هي بالليل الساعة 5 يجي من دبي. انزين بعدين نقول تروح برا. هي يجي الساعة 5 تروح البيت الساعة 8. انزين ولا طبعا ما في نوم انا نوم. الحين صبح يجي الحين تروح بيت بعدين صب اغسل السيارة. شفت قاي؟ ليش يعني صار؟ محسن خلي خلط الدار منك. صلاح يعني شو حينه؟ صلاح نكنسل ولا ما نكنسل؟ لا لا خليه. بس خلاص. رضت عنك الآلة. يقول لك اليوم في الليل تغسل السيارة. خلص الحين خبرت تروح دبي صح؟ خبرت يلا أتي شرب شاي أنا من المطعم. هو دفع لك. صلاح هو دفع بيزات. مال منو دفع فلوس؟ منو دفع فلوس مال شاي؟ انا. انزين ليش ما اعطيته بيزاته؟ ما قال ما تكلم وانت يعني ترقد على الحلال اللوازم؟ اما هذيك لازم حبيبي اللادمي يوم يتسلف بيزات يرد هكذا بيزات عندك انا. لا لا صالون يا بابا. ما صالون. اي واحد. خلاص ما يريد انت شرب. صلاح حتى محسن الحين يطالبك بيزات. صلح تليفونك من كم من يوم قلت بتعطي 20 ما اعطيت ال 20 ها صلاح وين ال 20 مال محسن؟ انت ما قلت لي بتصلح تليفوني بتعطي 20 نسيت كل يوم تنسى والنعال جاي بابا فين النعال؟ ولا زين اكتبها مقولة الذهن مقمشة قمشت. شفتوا هاد الزبادي اللي هاي يسمونه الجميش زبادي غدي شرات القماش اللولي يا لولي. زين الحين هذا معناته ان ذهنه زاهبة مرة غاية المتبني ما فيها نسبة رطوبة ابدا فدوياته زاهبة حاليا دويات زاهبة وغاية المتبني حاليا ينحط الدواء وينحات ويتخلى على ضوء قاصرة ليل ساعة ساعتين ليل تصير روحها وتعتزل لخلاصة من الدهنة. هذا تشوفون الحين تشوفون صفو هذا بيغدي أبوكم مدلخ ويغدي بأبدا معتين ليل تصير وتنضى مرة ثانية. من تنضى اعتزلت لخلاصة روحها اعتزلت لخلاصة ومن تبرد الدهنة زلوها ما تنزل للدهنة إلا من عقب ما تصير وتبرد وكان تحيد عمر تبى الدهنة كتغدي زينة ورقم واحد وتفوتخ ريحته وما تعول وما تخترب وما يها أي شر. لازم تكرم الدهنة بالدويات تحط الدواء اللي ياخذ الوزن. نحن جدرنا المريل هذا اللي تشوفونه وأربع عرق ها عروة عروتين ثلاث أربع عري هذا فيه نص طن هذا يكمل أسبوعين ما تلقط شيء منه ما شاء الله يصير فلذلك تبارك الرحمن هاي المهر من متى من حول 30 سنة لين يومك ما شاء الله كل أسبوعين كل عشرة أيام مريل وبلاكم متيبسين بلاكم شو بسم الله الرحمن الرحيم هذا وقت الحين العمال بغفازاتهم ومتلتمين وعزراي لأن هذا ما بحق بيتي روحي أنا اللي لكل القوم هذا لكل القوم للعرب كلها فلذلك هذا أنا أعزر عليهم ضروري القفاز وضروري الماسكات
الماسك هاي يسمونه ما يسمونه وما له راس. فأقولكم الدهن بتصير وتبرد انزلت أبوي شيء في دباب وشيء في غراج وتازم على هالحالة. افتح الغرجة تحرها توهم خدوا هاي تدرون متى كم حين واحد شهر قبل هي 20 يوم تقريبا اللي من 20 يوم هذا تلايا شوف التحرى ذهب ولا يعول شوف التحبيب هذا معناته ان الدهن الدهن الله يحفظكم ناضية ومعتزلة ورغم ولا تعول دام ما زخدت اليد وما يترطوبة ما تعول. شكرا صبور وانت يمين وهذاك مرسلين حفيظ يلا شكرا الله بارك الله فيك. صرت ورديت عليهم والله يا بوك ريحة حين الدهنة تشدخ في أرجاء البيت عاد لين المغرب الفريج بكبره يحتشر وحتازم الضوء قاصرة على الأقل على الأقل ساعة ساعتين لو ثلاث قاصرة. الناس يقولون لا الناس ما تخلي هالكبر الضوء لا نحن نخليها الضوء لأن نحن هذا مش عبارة تجاري لا ليش ما تعول الدهنة اللي يخليها ما تعول الدهن الله يحفظكم أنها ما فيها رطوبة نسبة الرطوبة فيها تكون زيرو فلذلك الدهنة ما تخترب تخترب الدهنة. الحين والله يقول لك والله نحن سرنا خذنا من العزبة جدابنا خادمينها الدهنة صلحوها وعدلوها وزلوها وعطونا إياها أولا زلوها حارة هذا تخترب. ثانيا الدهنة إذا إنها مب ناضية وماخذها نضويها ومتبخر الملي فيها الرطوبة اللي فيها متبخر ذلك جليل جليل اللي يسوي الدهنة ويخليها تطبخ لين تتبخر الرطوبة اللي فيها فذلك ما تعول لو بتكمل لو بتكمل الدهنة سنة كاملة سنتين مرة ما تخترب أولا مملوحة وثانيا الدهنة يوم مملوحة وناضية مرة ما تعول لو بيدور عليها أقول لكم حولين حولين قرنتي حول إلا إذا حد زخها بيدي الدهنة من تنزخها باليدين اغسليك منها بحر اغسليك منها بحر تحومض وتغدي ريحتها محزرة الحزر الشيط اللي ريحته فيه حزورية الدهنة تغدي هالنمونة إذا تنزخ باليدين أو حد غرف منها بخاشوقة فيها رطوبة فيها ماء أو أن نزلت في فنيال في ماء وردوا مرة ثانية دخل فيها الماء سالفة هذا أمها وهذا أبوها واليوم أبوي يرضمون تحت الشخاخ تحت أبوي الشخاخ اليوم الرضا مهنيها هاي بارك الله فيكم بارك الله في شباش 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 أيوة والله يا ابوك بلاي قول روحهم ما شاء الله عليهم روحهم روحهم ما شاء الله روحهم المعامل العدل والكلام الطيب يظهر الغول من السرب كيف ما تبغاهم يشتغلوا مخطرهم ونحن عاملهم حالهم حال عيالنا نعم بدون امر كان زيد واللعبه كلهم الذكر منهم والانثى الله الشاهد. صلاح يا ويلس على يميني شيء بيقول لي ما يندرى شو صلاح انا انت وانا ايه انت ايوه انت خلاص وين ونسيت صح امريكا يا ربي صلاح امريكا بعيده نسيت نسيت ان شاء الله ونسي انا وانتو خلاص ايه ان شاء الله نسيت صح لا ما نسيت ان شاء الله متى تبغى ننسيت لا العاصر هو العاصر العصر ولا الظهر شو امريكا نحن سايرين الخان نحن سايرين الخان ولا اللي نسير العصر ولا الظهر أمريكا إيه؟ تبغى نسير العصر إيه؟ لا سوينا وياس لا سوينا حجوزات جاء على بالليل بالليل على كوه هذيك زين على هواك أكوه الطيارة والد توس إن شاء الله حبيبي ما بالحين عادة إيه؟ حس الحين توها مسوي عملية من عقب ما تخلص ترتاح إيه؟ بنسير لها زين كيف يعني سيب سيمنا أبيض أبيض هذا هب لون أبيض هذا لون أسود إيه. هذا لون أسود تعرف هذا منو إيه. هذا مايد هذا عبد الله بن مايد الأوسه أول أيوة هذا لك ما شاء الله عليه تدري شو يقوله إيه؟ يقول هذا ساكن ورا بيت عوشه إيه؟
حاجته عارف ما جيت تب صلاح؟ لا عشان لا بابا لو وين المسجد يصلي الحين ما جينا. هذا صلاح يتذكر؟ اي تذكرنا. اي والله صلاح يصلي معاه العصر. صلي ويا العصر الاول؟ ايه اول. ايه وحين شياك؟ ما جينا الحين. شياك ودار تم؟ لا عجل عجل لا. ها؟ اسد. يقول لك اسد ما دل بيتكم. لا. اسد حبيبي دل؟ ما اعرف. لا لا محمود كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير سرك الحال. يلا مليون مرحبا بمحمود يا جود مورنينج. هذا محمود الله يحفظكم مال كارزون اللي صرنا سوينا سيارتي عنده. فحين جاي هو ومعزبه. هذاك معزبه ابوي مايد ولد عبد الله بن مايد جايين يستلمون سيارتي. هو قايل له اذا ما تشلون السياره الا اذا تي تتريق. ويا وتريق وعيننا الله خير. وحين يا محمود حق يستلم السياره. زين محمود الحين السياره انتم ليش بتاخذونها؟ ما فيها شيء. شو السبب انكم تبون تاخذونها؟ ليش الاصرار؟ شو السبب؟ الاصرار لانه المنتج هو محتاج لتشيكات عندنا. الجلاد خاصه الجلاد المفروض تكون التشيكات قريبه طبعا، بس كانت ظروف عملك او ظروف مشغولياتك انت. زين لكن ليش انا ما في شيء خربان حق تشلونه؟ ما خربان، لكن هذا نحن نضمن عشان انه كل شيء يكون على نفس ما نحن ركبناه، سوينا الخدمه كل شيء يكون يعني 100% على اساس انه في بعض الاطراف فيها شويه بيبان تشيكات كامله على الجلاد. الجلاد طبيعته انه بعد فتره بياخذ مكانه في البودي نفسه لان الشمس. انا حين يوم قلت بتون شيكت على السياره ما فيها ولا اي شيء. شو اللي بتسوون؟ بحب تاخذون سيارات نغسلها بننظفها بنشيك زي بننظفها واشوفك ما اشوفها ما شاء الله عليها وبعد ونشيك على المنتج مالنا. هذا المنتج مالنا عشان هاي طريقه البروسيجر تبعت المنتج نفسه يعني. يا احب تشيلوا السياره. نعم بتردونها متى؟ ان شاء الله ساعتين، ان شاء الله ساعتين ثلاث ساعات كثير ان شاء الله. انا ترى ما اخلي حد يسوق سيارتي. لا 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 ما مره، نحن جايبين عندنا الريكفري نشيل السياره. محمود انت من وين؟ انا من السودان. وين؟ السودان. قواك طيب كل يشوفه يتحرى فلسطيني. تحريتك زلمه هنا تدري؟ والله وجهك وين زلمات سبحان الله. الحين هات وين طايح به؟ هذا طاح ماي من السماء طاح لي. سوداني وابيض؟ اول ما شفته فنان. قال لي لا انا سودان. قلت انت مو بسودان؟ قال والله سودان. قلت له من وين سودان؟ قال من الشمال. قلت له ما ظني سوداني يعني. اي والله يا اخي سبحان الله ولبق وفنان بعد وحرج. مسوين اصيد. زين اصيد. مسوين نخل اللي هو دنقو. ومسوين القماك. وهذا شو؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مشكور يا بطه. ثانك يو. عاشه الحين انا ما اشوف السياره فيها شيء انكم بتشلونها عني. ليش؟ شو السبب؟ ها شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. يا غير زاي عنها غول تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اي نعم ما فيها شر. ابو محمد هاي الاجراءات عندنا احنا اليوم حق اي منتج ولا خدمه. نعم انت اليوم الكاستمر او العميل يبغى خدمه. زين. الا هي جوده المنتج متابعه عندك و اسعاد المتعامل معك او زي. العميل مالك. نعم العميل انت اليوم هي الفكره مش بس يا وركب وروح دفع فلوس المسكين. لا نكون متواصلين معاه نتاكد ان احتياجاته يباله شيء زياده نعدل عليه. دحين ما فيها اي شيء. ها شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما في اي. ليش بتشلونها؟ ما ادري. هذه اجراءاتنا ابو محمد لازم احنا كخدمه نتواصل معاه. غاصم زور يعني يبا ولا ما يبا؟ على كيف ولا ما بعت له. والله يا محمود انت مشكله. الحين بسير انا بسياره ويا الخبير ويا المهندس مالي. عليك والله بنعطيك سياره بعطيك سياره الامور طيبه. يعلك تسلم. الله يبارك. الحين هذا ترى كله على حسابكم انتم. نعم الحساب. تشلون السياره وتردونها. نرتبها ونعدلها ونشيك عليها ونرجعها لصاحبها. جزاكم الله. ان شاء الله بترد عروس مغسله. لا الحين عروس الحين فنانه ما شاء الله. والله شدت يا حسب ان شاء الله باذن الله بتكون غير ثانيه. بعد. يعلم نيابك الجنه يعلى الله يحافظك. ان شاء الله. مشكور يا ابو عاشم. مشكور يا غالي. مشكور انت عاد يار قديم من عشرات السنين. نحن ياورينكم يا ورناكم سنين. الله ما يانا مباراكم الا ضرور المسجد. والله بنعمل ييره. نحن نصير نصلي مع صلاح. اي والله حين يقول انا شريت نسيت الموضوع. صلاح يقول لك مايد ضروري انك انت لا لازم تعرف البيت. نسيت انت البيت ورا بيت عوشه ورا بيت امي عوشه. ان شاء الله ما يهمك. شو بتسوون الحين انتم الحين
سيارتكم اليوم؟ اليوم نحن عندنا أو هذه أول بروسيجر أو أول خدمة بنسويها نحن الحين بنغسل السيارة ونشيك عليها، وفي بعض الأماكن اللي كنا حددنا عليها بالنسبة للسنسرات بتتبطل اليوم على أساس إنه أخذت مكانها ونشفت المكان، وبنبطل كل السنسرات الموجودة عليها. كم هذا كم يأخذ وقت؟ يأخذ من ساعتين 3 ساعات إن شاء الله ورجع لك السيارة بإذن الله. وأنت بتجيب سيارتي؟ أكيد هو نفسه. هو زين. بوجر فقير. الشركة تابعة للمحل بعد. والله ما اقول عنكم شيء ابوي، ما تنقز الا السمين يا الله، الله يحفظك. ما تنقز الا السمين ان شاء الله. بياض وجهك يا ابو محمد، بياض وجه والله مشاحتك يا ولد الشيخ، يا الله يحفظك ويحفظ من رباك. يسلمك ان شاء الله. ها صلاح شو زين ما لا يا المبروك، مع السلامه يا العروس، مع السلامه يا العروس. ايه على شدة الرحمن، الله الله فيها، الله الله فيها، شوي شوي يا الله يا الله. شكرا ان شاء الله بترد لك عروس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عروس ان شاء الله. صح شو بلا من وين هذا حينا؟ شفت انه من السودان؟ لا والله انا ها صار السودان مرتين ثلاث صراحة. سرت السودان انت؟ شوف اقول لكم الحين حسين جدا المحكمه دار القضاء في الطريق، تعرفون وين راكب الحين ويا الخبير هو اللي يسوق مهندس منهل. انزين هذا اول مره اركب وياك سياره، سيارتك انزين جايبين انزين الحمد لله غيرك ابوي ما عنده حماره. المراد اقول لكم امس يوم في مرسى البطين صرت الطريق هذا بيقول لي ما ادري هذا الطريق ابرك. اقول لكم امس اول البارحه يوم هناك شافتني بنيه ويا ربيعاته، بنيه يعني 22 23 هي مجموعه صورت انت البارحه، نزلت مقطع انا يعني يوم يزقرني اقول لكم كل بنياتك صار ما ادري هاي اللي توني مرمسنهن، هاي الاكل اللي توني مرمسنهن، كلها يتشابهن نفس الوشره ونفس المديل ونفس كل شيء. ما بهذا موضوعنا ان وحده منهن تقول لي معقوله انك انت الحين في هالسن ويهك بيتفطر ولا لب متعفص ولا بمتجلود لا شيء يلود ولا شيء مطاميط ولا شيء عندك ولا قلت ابوي شو تسوي؟ قلت اسوي؟ اخاف من الله، مرضي والدي، اصلي اصوم، لا اسهر، لا ادوخ، لا عندي نميمه، لا عندي، واضحك ومشرق عمري وما بخيل ومرهي على عمري وعلى هالبيتي. فهذا ابوي سر النضاره وسر اللادمي وبغدي بخير وحي ويا الحيين. اي ذي هالنمونه بتغدين فنانه الحين انت بنيه عمري 23 سنه متجلوده بكبرك ومتحيس اصبوعك محيسات الله بالمتعان. كيف وين بتيجي العافيه؟ خفي من هالكواويد اللي تكودين على وجهك واذكري الله ونحفي راسك بتغدين رقم واحد. ضروري لادمي يودر الغيبه، يودر النميمه، يودر ابوي الفشره، يودر الطنايز على العرب، بتضحك بتسولف ويا الناس والناس تسولف وياك مرحب وسهلا. قيس المعقول زياده على اللزوم لا الله يرضى به ولا رسوله، هذا اولا. وثانيا ترك طاري الشوفات انك تطري فلانه وعلانه وخالته وعمته واصلهم الاصل الفلاني، كثره الرمسه في المواضيع اللي ما تعني، ترك لما يعنيك فايده. وايد ضروري الادمي ما لو تدريبها لو عندك خبر لو شايف بعينك لو ريلك واجفه وعينك شايفه ما ترمس ولا تقول، ترى ما شيء اشد عن اثم الادمي اللي يطري شوفات العرب ويطري شوفات المسلمين ويطري فلان وعلان والنميمه هاي الله اكبر. يحشير الموظف يحشر على ربيعه والاداري يحشر الوزير على الوكيل وهذا فعلته وهذا تركته وهذا، هذا ابدا ابدا هذا يا ابوكم سبب خراب للبيوت. هذا بتقطع النصيب فلان وبتقطع دخله وعليه ديون وباكر بتطيح عليه مصايب ومشاكل كل من تحت راسك، كل من تحت راسك، او انك انت لصالح العام، هذا مو بقول لصالح العام، هذا للخراب.
باب العام انك انت صرت توزع على فلان ونيك ما بالاصلاح، نيك ابوي انك انت تبي تبرز نفسك او انك انت الاحسن وانت اللي فيك ماوى وانت اللي قلبك رحوم وانت الزين ومنك سواد الوجه معمم راسك تعمي، ولسانك لسانك البني ادم ملكك، تروم تخليه ينطق بالعدل وتروم تخليه ينطق بالمايل. انزين واللي ما عنده عسل لسانه عسل، يوم يقول لك فلان والله لسانه ينقط عسل، اي ما بلازم تعطي قوازي. يوم ما عندك بيزات تخف شويه وتخل من الباركينج، يوم ما عندك ابوي بيزات تعطي الكلمه الطيبه، هب لازم فلان خالط مسوي شيء لفلان ما تدروب صايرين يخطبون من عند فلان، شو رايكم فيها؟ ما تدروبها هاي شارد ويا هالدريول هاك الايام خالته اللي في مين خالته شارد ويا الدريول وانجلبوا وما استوابهم ولا لا 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 قاطين خط طريف واستوابهم العلم والخبر ولا لا 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 ما دريتوا نشوا هاي خان ابوي والسب شو خالته شارد ويا الدريول يا الفضيحه. وزي رب العالمين ستر عليهم من 40 سنه ما دروبها انها خالته شارد ويا الدريول وانجلبه وماتت خالته، ايش دراهم العرب الحين؟ عقب 40 سنه انتم الحين تذكرونهم نشوا خانوا ما خذوها لبني اثمها في رقبه منو؟ في رقبه جنتي يا المبلغه ولا هذه والله خالته ولا عمته فيها عرج. اي والعرج دساس ها نشوا عاده وخانوا ما خطبوها لبني هذه في ذمة منو؟ في ذمة شنتي يا مبريجة يلي تطرن البنيات وتنبرن وتوقضن اللوه وتوقضن اللوه وتنقضن يروحن من دم له من سنين يا ويلكم من رب العالمين. وعلى ما قالن المصريات فلانة راحت وفلانة قت وفلانة تقوزت وفلانة ما أدري شو وعلانة ما أدري شو وأبوها مش عمل يمين وأبوها عمل إيه بقول لكم إيه تسيبوا الخلق للخالق إحنا ملناش دعوة قربلت شاء الله ما خليتي شيء توت ما أظهرتي عن عمته وخالته ويدته وآخر شيء دعوا الخلق للخالق قربلت شاء الله قليتي. تعال تعال يا مرحبا يا مرحبا نخل العود السلام عليك الله يسلمك صباح الخير يا مرحبا كيف انت الله يسلمك اسمك يا المحكمة تلمين العرب كلها اللي فيها خير عليك تسلم عليك تسلم يا نوخذ مساكم الله بالخير. وصلت محكمة ابو ظبي اللي هي دار القضاء ولقتنا الرجال هذا في استقبالنا الاخ حمد المقبالي يا مرحبا محمد مساك الله تعرف بعمرك الله حمد المقبالي رئيس قسم الاستعلامات وخدمة الجمهور في دار القضاء والله مليون مرحبا يا مرحبا شحال اخوي صدرك الحال والله يسلم. نحن جايين نباك تعرفنا شو المنصة الرقمية وشو الإنجازات اللي الواحد أو شو اختصرت المنصة الرقمية. المنصة الرقمية هي عبارة عن نماذج معتمدة من كاتب العدل يقدر المتعامل في إدارة القضاء أو يعبيها أونلاين يختار النموذج اللي يبغى من سواء الوكالات أو الإقرارات ويعتمد دايركت من كاتب العدل. إحنا الله يحفظكم الحين في منصة نعمل لإسعادكم نعمل لإسعادكم في دار القضاء نسوي هذه المنصة الرقمية. الأخ حمد المقبالي الله يحفظه بيعرفنا شو التطورات وشو الأشياء اللي وفرها الزمان والمكان في خدمة المنصة الرقمية. تفضل ابو محمد. المنصه الرقميه توفر 48 نموذج تقريبا معتمد من كاتب العدل وتوفر الجهد والوقت على المتعاملين في تقديم المعاملات. بستعرض لك بس نبدا على الخدمات اللي موجوده في المنصه الرقميه. عندك الوكالات، وكاله خاصه بالاسهم، وكاله خاصه بالمركبات، وكاله بالرخص التجاريه بالاداره والتصرف، وفي الغاء الوكالات، وفي عندك اعتماد التوقيع والاقرارات، اقرار بالموافقه على سفر مكتوب، جميع الاقرارات الاخرى. هذا كله من المنصه الرقميه، ما في داعي يصير عند موظف او يصير عند كاتب عدل او اي مكان، اي بس هني يحط الهويه مالته. الحين بنراويك طال عمرك كيف الاجراءات بطريقه سلسه وبتشوف روحك انه ما تاخذ دقيقتين المعامله، وبعدين عند كاتب العدل يعتمد المعامله. ابن فرايل المنصوري انت يا عندك معامله؟ نعم. انزين ارمى سعاده شو سويت الحين انت؟ اول شيء خلنا نشكرهم على البادره الطيبه هذه. جزاك الله خير. يعني نحن كنا ناخذ فيها
باليوم ويومين والثلاثة. نعم. والتجربة خير برهان. أنا نعم. جيت الحين ما كملت دقيقتين وقدني مخلص على أساس أسوي وكالة خاصة. ما شاء الله عليك. جزاهم الله خير ومهم مستغرب عليهم. جزاهم الله خير. هم مستغرب من هالطيب. على الله يحافظهم. حمزة زايد وخلك خليك وإخوان. آمين آمين آمين. وإجراءاتنا ما كملت دقيقتين صراحة يا أبو. وتي أسوي وكالة؟ إيه نعم. سبحان الله. ودقيقتين. دقيقتين. ما طلبوا شهود؟ لا والله. شهود ما شيء. أبدا سلامة فيك مرة دخلت على الجهاز ولحد بعد خبني عنه. سهل الاستخدام. سبحان الله سبحان نعم. الله جزاهم الله خير فكونا من الشهود. الحمد لله. الأول أخ حمد الأخ اللي قبل شوي المنصوري أتوقع كان يسوي معامله كوكالة عامة. شو تقدر تسوي لنا شيء سريع؟ الحين نسوي لك اعتماد توقيع. نعم. وبنراويك اللايف بنختار اعتماد توقيع. نعم. اعتماد توقيع شخصي. نعم. بنضيف الأطراف اللي هو طرف واحد دائما اعتماد توقيع طرف واحد يعتمد توقيعات. نسوي قراءة بالهوية. يعني مش انت اللي تطبع الا سمو... لا لا كلها ما شاء الله ظهر كل شيء ابوي ظهر في هذا مجرد ما تحط الهويه في تطلع المعلومه زين تسوي متابعه نعم بيطلع نص المعامله اللي تبغاها تقراها تتاكد منها نعم ترسلها لاعتماد تجيك رساله ان المعامله اعتمدت وفيها رقم مرجعي بيوصلك مسج بالرقم المرجعي تدخل عند كاتب العدل وتكمل اجراءات المعامله وبس نعم بتكي. الحين هذا مكتب كاتب العدل الكل الورقه اللي تونا طبعناها نعم الحين بدها تظهرها من عند خلص الحين دقائق دي شاوري بكم ما يبانا نصرح القاضي شاوري يعني يفتح ما فينا السلام عليكم كيف الحال؟ سلام ما علي سامحنا نصورك شاورته انا ابوي الاخ حمد وقال ابوي برايك الامور طيبه ابوي لنا اعتماد توقيع بضرب الله بس رقمها شكرا قايلين لنا دقيقه نحن بنشوف هاي دقيقه كيف؟ ان شاء الله موجود بالسيستم المعامله ودفعت فلوسه جزاك الله خير مشكورين ما قصرتوا لان الحين طافت 30 ثانيه وقع لي يا حمد طبعا انا مسوي معامله ان شاء الله اعتماد توقيع بستفيد منه ان شاء الله مشكور جزاك الله ما شاء الله اقل عن دقيقه ابو محمد بعد عندنا هني نظام حق الاستبيان عن يبين مدى رضا المتعاملين ممكن اللي يسويه يعطي النجوم نعم كم نجمه تبغى تعطينا من خدمه اليوم نعم كل كم نجمه كلهن كل النجوم كلهن ابوي كلهن تستاهلون مشكورين ابوي شكرا دار القضاء شكرا بارك الله فيك شكرا يا الله يحفظك شكرا اي معامله الاول اتيها المحكمه على اساس انك تنجزها تاخذ وقت طويل تاخذ يمكن تاخذ اشهر حاليا اللهم لك الحمد في خلال دقيقتين تاخذ اعتماد توقيع خلال دقيقتين تاخذ توكيل في خلال دقيقتين تملك وتعرس وتاخذ حرمك وياك البيت بعد هاي شيء راح نعمل في ذمك ما بصح كلامي ما بصح صح اي والله يا اصورك تراني هبل انت يا تصورني فالحين تحولنا ينا القسم هذا المحكمه الجديده ذا القضاء الجديد على اساس في مكان وايد مهم للعنصر النسائي وبنخبركم عنه ان شاء الله. عليكم ورحمه الله وبركاته، تراني جالس اصور لا تقولين ما قلت لك الاخت منى الرئيسي. نعم. مساك الله بالخير. الله ادري بانه وقت صلاه وقت دين وحين لكن شو بسوي عاد؟ نحن جايتنا شوي مخري الله يحفظك. الله يسلمك. نحن جايين على قسم معين انت نبات ترشدين يخدم اي فئه القسم هذا اللي جايينه ابو محمد احنا بنتكلم عن قاعه الضبيه النسائيه اللي اشتهرت فيها وتميزت فيها دائره القضاء نعم. في اماره ابو ظبي القاعه هذه من اسمها ضبيه اختاروا اسمها ضبيه من الموروث المحلي الاماراتي نعم. اللي كون اماره ابو ظبي وخذوها وانثوها بحيث انها تكون قاعه ضبيه خاصه بالسيدات هي بدال ضبي ضبيه ضبيه طالع ما شاء الله طبعا القاعه هذه تختص فقط بتقديم الخدمات العدليه كامله والاجرائيه والقانونيه للمراجعات النساء بحيث ان الحرمه اذا حبت تطبع وتقيد وتنشر وتعلن وتسوي اللي تبغاه ممكن عن طريق قاعه ضبيه وقاعه ضبيه طبعا عندها عده خدمات عندها اول خدمه خدمه الطباعه
خدمة القيد الإلكتروني وخدمة الإعلان وخدمة الكاتب العدل بعد، غير أن القاعة هذه من كثر ما شاء الله أن يعني متميزة أيضا بحتى بخدماتها، فيها خدمات التصوير، خدمات يعني حتى في مكان مخصص للصلاة، مكان مخصص حق لعب الأطفال، لها خصوصية كاملة بحيث أن الحرمة من تدخل المحكمة تخلص إجراءاتها وما حد يدري فيها. يعني بدل ما تلف كل الأقصى كل الأقسام هاي موجودة في صالة واحدة. في صالة واحدة وسميناها قاعة الضبية. قاعة الضبية فيها نعم. كل الخدمات. يعني نعم. ما يحتاج يصير حق كاتب عدل. لا ما يحتاج يصير حق. أبداً. محمد جهزنا لهن القاعة هذه بحيث إنها تقدر تقوم بكل الإجراءات في قاعة واحدة. هذه هي الأساس. هاي فكرة منو؟ أبو محمد لما بنتكلم عن إنشاء قاعة الضبية طبعاً مثل ما قلت لك هي أساساً جهود حثيثة من قبل القيادة عندنا في دائرة القضاء جزاهم الله خير على تقديم أفضل الخدمات لمراجعينها، وهي مثل ما أقدر أقول لك هي نتاج أفكار تطويرية يقوموا بها قادتنا ومسؤولينا في دائرة القضاء على أن تقدم أفضل الخدمات وفيها خصوصية، وخاصة المرأة تحب خصوصيتها محمد تحب. يعني ما حد يدخلها الصالة هاي رجال؟ ما حد يدخلها من الرجال، فقط للنساء وعيالهم. سبحان الله. وكاتب العدل حرمة؟ نعم كاتب العدل. والحلو اللي في الموضوع جزاك الله خير أبو محمد إنه ذكرتني بأن حتى الطاقم اللي يشتغلون في القاعة هذه كلهم من الحريم. بارك الله فيك. إن الحرمة تأخذ أريحيتها بكل ما عندها. جزاك الله خير. وياك. تراوينا إياها الصالة. يلا نتوكل على الله. بارك الله. الله يسلمك. بالي أقول لك شوف قبل ما نصير حق الصالة هاي يميع الأبراج الحين نحن في نص المحكمة. نعم. هاي الأبراج كلها. عبارة عن شو هالأبراج؟ هالأبراج أبو محمد عبارة عن قاعات المحاكم. نعم. داخل منها من الأمام حق قاعات المحاكم ومن خلف حق مكاتب القضاء والمطاعم. ما شاء الله. أبوي ترى أنتم ما بفي حديقة ولا بفي شرق ولا غرب، هذه أبوي المحكمة. دار القضاء، دار القضاء، هذي تشوفونه كله في دار القضاء. هذا كله أبوي دار القضاء، هذي تشوفونه ها. كل هذا في دار القضاء. كل هالمناظر الجميل وهالشلالات وهالمباني وهالابراج وهالتحف كل في دار القضاء. تحت كل برج شلال، تحت كل برج من هالابراج موجود شلال. وعلى فكره ترى ممنوع التصوير. انا العالم الله الحين هل انه بيقولوا لي نزل اللي صورته ولا امسحه؟ العلم عند الله. ان قال امسحه ترى بمسحه سامحوني، لكن ما حق هذا كله في المحكمه كلها اللي تشوفونه هالزين كله بوجه المحكمة. هذا شو؟ الجهاز هذا عبارة عن جهاز في خدمة المتعاملين. نعم. ممكن تحصل فيه الكول سنتر كل السماعة هاي يقول عليك على طول الكول سنتر وتسألهم أي سؤال ويجاوبون عليه. فيه يدلك على الأماكن اللي تباها تختار أي مكان. هي لأن ما شاء الله متاهة المحكمة. نعم. ده القضاء وايد كبيرة. عربي وإنجليزي. في الحول العربي اماكن خدمات كرمت الحمامات المسجد ليتين كافتيريا ومن هالخدمات ما شاء الله. واللي يردون يعرفون عربي وانجليزي. عربي وانجليزي وفي استبيان بعد. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. الحين نحن في وين؟ نحن الحين في قاعه الضبيه الخدمات النسائيه ومحمد واللي تكلمنا عنها ان فيها خصوصيه وفيها استقبال جميع الخدمات القضائيه اللي ممكن المراه تقوم بها. في وين متواجده هالقاعه؟ طالع من المبنى الرئيسي بالدور الاول. نعم. يمكن اي وحده من المتابعين المتعاملات من النساء انهم يجون عندنا على طول في قاعه الضبيه ويقومون بتقديم جميع الخدمات. يعني ما في داعي تصير اي قسم اي شيء خدمات كلها موجوده في هالمكان. مثل ما قلت ابو محمد خدمه الطباعه وخدمه القيد الالكتروني وخدمه الاعلان حتى خدمه تقديم بلاغ في النيابه ايضا الخدمه متوفره غير على خدمات الكاتب العدل بعد اللي وفرتها الدائره في القاعه هذه يا ابو محمد. خدمه حتى المكان موفر للصلاه وموفر حق الاطفال موفرين حتى خدمه التصوير المجاني حقهم. يعني عندها اللي عندها معامله تبغى تصور اوراق ولوشياته ما يحتاج انها تروح ما يحتاج طبعا انها تروح عند اي قسم من الاقسام اللي موجوده فقط حضورها في الجلسات اللي بتتحدد لها عن طريق قيد الدعوه من بدايه الحين الموضوع. المكان داخل مزور مليون حرمان. اي نعم. كيف بنقدر نسوي؟ ما بنقدر نصور يا ابو محمد السموحه منك لان هي مثل ما قلت لك القاعه فيها نوع من الخصوصيه وجود الحريم موجودين بالقاعه. والله يا ابوكم ظلمه داخل من الحريم كلهن بعبيهن ثلاث لينات وكلهن حريم. هي ترى أصلاً كل ما حريم
يا ربي خاطري والله صور ما بنروح؟ لا ما بنروح انت مسموح مستحيل وحده من الموظفات علقوا هنيها ما بتصور من جهتها من جهتها ما شايف هاي ترى هالمدخل الرئيسي ها هذا المدخل الرئيسي مال دار القضاء المبنى الجديد من تدخل منيها هذا ابوي تدخلن هذا ابوي الدري لفن يسار هذا الطريق ها هذا هني هذا الحين من عقب شبر ما اقدر اصور من حد الحين ها مو ها ريال بالغلط صار منه عفدت لهاي شل خلا راغته شوف المكان هذاك وين حديده هناك وين توري كنت اصور قالوا تروم تصير المكان هذا وتصور من بعيد قاعة الضبي للخدمات النسائية كل ابوي تبع حري اللي تبغي تسوي توكيل اللي تبغي قرار حالة اللي تبغي وكالة اللي تبغي كل شيء تحتاج المرأة من دار القضاء ما في داعي تلف وتسير وتلف وتدور في جميع الأقسام كل شيء تبا موجود في هالصالة هذه اللي تشوفونها صالة طولها طول عرها عرض كل الخدمات فيها كل الخدمات اللي تبنها موجودة ما عليك إلا تسيرن وتوصلن المكان هذا وتجدن ما يسر خطركن لا تتعايزن ما بمعيزها توجه فالي باركن وتخطف الدور هذا هذا مرة طريق واحد لا سير ولا تعال أمر هين وكل اللي تبونه موجود كله في مكان واحد أنت حاليا أخت منى أنت الحين رئيسة قسم المساعدات القانونية هنا. شو تقدرين تفيدينا أو شو اللي تقدمين الناس تستفيد منه أبو محمد أنا أحب أقول أن قسم المساعدات بدائرة القضاء يقدم خدمات وايد حلوة الخدمة الأولى هي خدمة النصح والإرشاد القانوني لجميع المراجعين قد تكون مثلا يكون الشخص المحكوم لأول مرة أبو محمد نعم. ما يعرف شو الإجراءات اللي المفروض أنه يقوم بها ممكن يمر عندنا في قسم المساعدات نحن نوجه الطريق القانوني المفروض ان الواحد يلتجئ له قبل ما انه يقدم يعني الدعوه او البلاغ يعني ترشدون اللي بي ترشدينها إيه انه وين تسير عند بالضبط. اي قسم عند اي قسم نعم او توجهينها نعم. شو نوع الشيء اللي هي متخطه نعم. يعني تشرح لك الوضع وانت تشرح الاجراءات الواجب تبعها مثلا الحرمه في بدايه اجراءاته نعم. بغت ترفع اي قضيه اسريه ممكن احنا نوضح لها ان المفروض انها تلتجئ الى دار التوجيه الاسري نعم. يعني الحرمة بداية مشكلتها مثلا الأسرية هذا على سبيل المثال أنه ممكن نحن نوجه لها في القسم أنها تروح عند إدارة التوجيه الأسري وتقدم شكواها الأسرية بداية الأمر قبل ما عندنا نحن المحكمة قبل ما تقع الضبية فنحن نبتدي نوضح لها الإجراءات اللي تصير وتقوم بها وتقدم فيها دعواها بالإضافة لأبو محمد عندنا خدمة تعيين المحامي حق الفئة المعسرة من المتقاضين بيتي وحدة تقول والله أنا ما عندي فلوس حق محامي لا بنقول أول شيء لازم نتأكد أبو محمد إنها ما تشتغل ما تشتغل شو ظروفها المالية إذا كانت ظروفها تستدعي وجود محامي معاها طبعا احنا ندرس الموضوع من الناحيتين الناحية المادية زين والناحية الجدية القانونية إذا متى ما استدعت الطلب انها تحتاج وجود دعم قانوني عن طريق محامي نحن نقوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمحامي المحامي طلبات وايدة طبعا هي الحمد لله هي مبادرة مجتمعية قام بها الشيخ منصور بن زايد الله يحفظه يا رب العالمين لكونه هو رئيس دائرة القضاء وبالإضافة إلى الجهود الحديثة أيضا من القيادة اللي موجودة عندنا من متمثلة بوكيل دائرة القضاء المستشار يوسف العبري جهود حثيثة متكاملة أبو محمد نحن ندعم المتعامل الداخلي اللي عندنا وندعم جميع الدعم من الدعم القانوني من ناحية المشورة القانونية من ناحية توافر المحامي حق الفئات المعسرة اللي مو قادرة انها تقوم وتعين المحامي على نفقتها الخاصة ابو محمد يعني هاي الخدمة انا حبيت ان انا استعرضها عن طريق سنابك ابو محمد اساس انها توضح الصورة كاملة للمستمعين على ان الخدمات هذه جميعا متوافرة وحصرية في دائرة قضاء أبو ظبي اللهم لك الحمد الله يحفظ إن شاء الله آمين يا رب حكومتنا رشيد الكل منا يعرف أن أي إنسان قائم وساكن في هالبلاد وعايش فيها وعنده رزق ونصيب من عشرات السنين في منهم عندهم عقار شيء منهم أبوي عندهم حلال بيع ومشترى شيء منهم أبوي ديانتهم من جميع أنحاء الديانات في العالم اللي الله نزلنها واللي من شرق ومن غرب فهايل مش مسلمين فكيف يستوي يتوارثون وهم على في دولة مسلمة أو دار القضاء كيف تقدر تساعدهم كيف تقدر الدولة تساعدهم بالشؤون ما يختص بحصر الإرث
وهل انه على لان ما بمسلم كيف انت بتجسم تركتهم على الشريعة الإسلامية؟ نحن أبوي ما خصنا فيكم، أنتم مسلمين، نحن أبوينا بلادكم ونحن ما بمسلمين، أنتم تصرفوا ويا مسلمينكم، نحن ما بمسلمين. فيينا لقيت الله يبارك فيكم عند الأخ محمد حسن رئيس مكتب تسجيل وصايا غير المسلمين، مساك الله بالخير أخوي. مساك الله بالنور. شيف حالك الله يسلمك. الله يسلمك. والله مرحبا بك وسهلا. يا مرحبا أستاذ خالد، حياك الله شرفتنا. نحن حبينا نعرفك عن مكتب وصايا غير المسلمين في إدارة القضاء في أبو ظبي. المكتب هذا أصدر بناء على أوامر سمو الشيخ منصور بن زايد بن نهيان الله يحفظه. اختصاص المكتب أنه يقوم بتسجيل وصايا غير المسلمين وتوثيق تركتهم بعد الوفاة، بحيث أنه يتم توزيع التركة بالآلية التي مكتوبة في الوصية حسب ما هو الشخص يكتبها، يوزعها على أبنائه وعلى ذويه مثل ما هو يبغي. يعني مش على حسب مو بحسب الشريعة الإسلامية، حسب ما هو يبغي كيف ينفذ الوصية في التركة. وإذا هو ما بموصي؟ إذا هو مو موصي في دائرة تركات غير المسلمين هي التي تقوم بتوزيع التركة حسب جنسية بلده والقوانين المنظمة في قانون المعاملات المدنية من قانون رقم 17. كيف المقيم أو المتعامل أيا كانت جنسيته يقدم معاملته أو وصيته؟ هل هو أو مثلا إذا مات من غير ما يوصي مثلا شو هالإجراءات؟ هاي حمتها، أنا إنسان مش مسلم وعايش في هالبلاد ما سويت وصية وعندي حلال، منو سوي لي حصر الأرض؟ منو بيوزع تركتي من عقب ما مات للورثة؟ بإمكاننا أن المنفذ الوصية اللي هو مسجل في وصيته هو اللي يحضر لعندنا ويقوم بإجراءات تنفيذ الوصية للي لصالح الوصية، لصالح الموصي. إنزين مش موصي، ما عنده وصية، هذا يراجع دائرة التركات في دائرة القضاء وهي اللي تكون بالإجراءات الإمارات. يوم قالوا عام التسامح، عام التسامح معناته أن الإمارات فيها تسامح وفيها تجانس بين أديان ومذاهب وعروق في جميع الحياة، من انشئت دولة الإمارات ولله الحمد وهي في تسامح. الأخ محمد حاليا أنتو هذا يرسخ المكتب اللي أنتو فيه، يرسخ عملية التسامح اللي موجودة في بلاد اللهم لك الحمد. شو الخدمات اللي تقدمونها أنتو من هالموقع؟ نحن نقدم خدمات الوصايا، تصديق الوصايا عن طريق بعض المكاتب اللي هي معتمدة التي تقوم بترجمة الترجمة القانونية لتسجيل الوصايا غير المسلمين عن طريق المواقع دائرة القضاء وتسجيلها، وعن طريق بروشورات تم طباعتها لمعرفة كيفية تسجيل الوصية. الشخص الموصي وعنده الوصية يا عندكم وين يجي؟ هي عندنا هني في مكتب وصايا غير المسلمين، يتم استقباله عن طريق موظفين اختصاصيين لهالموضوع. كيف يتعاملوا ويا مثلا باللغة؟ أغلبهم هم يتكلمون اللغة الإنجليزية. نعم. وإذا احتاج أي شخص إلى ترجمة قانونية نحضر مترجم يقوم بالترجمة، سواء أي جنسية كانت مش موجودة عندنا نحضر مترجم يقوم بترجمة الفئات. زين، واستقبلتوا في الاستقبال، الإجراء كيف يبتدي؟ يتم بإجراء، أول حاجة ما يحضر شخص عندنا إلا عن طريق موعد، يتصل على المكتب يقوم بحجز مواعيد، يدخل على طول بشكل مباشر نسجل وصيته ويتم تصديق عليها في خلال أقل عن 5 دقائق. ما شاء الله. محمد بن حسن، شو الشيء اللي تحس إنه وايد مهم إنه تبغى الناس تعرف عنه؟ نحن أهم نقطة عندنا لغير المسلمين إن جميع أموالهم وأملاكهم بعد الوفاة توصل لذوي الحقوق لهم من أبناء، سواء آباء سواء أمهات الشخص المتوفي من غير المسلمين، توصل جميع توصل حقوقه لجميع أبنائه أو زوجته أو
ابناء اولاده حسب وصيته حسب ما هو مسجل في الوصيه. ف يعني انتم حاليا انتم مكتبكم تنفيذ الوصايا؟ لا. تسجيل الوصايا. تسجيل الوصيه صحيح. مدام حي اي يحضر عندنا ويسجل وصيته. ايوه. وبعد الوفاه يموت على هواه. احنا دوله الامارات العربيه المتحده دوله تسامح الحمد لله. فضل الله ان دائره القضاء تقدم خدمات للمسلمين وغير المسلمين من جميع الجنسيات والفئات. الشيخ منصور بن زايد رئيس دائره القضاء في ابو ظبي على الله يحفظه ويطول بعمره هو اللي قام بانشاء هذا المكتب على الله يحفظه ويطول بعمره ويزاه الله الجنه والله ياجه. على فكره الموضوع هذا مكتب وصايا غير المسلمين ما كان موجود، كان موجود بس خدمه كاتب العدل، وكان الموضوع طويل ومتشعب ياخذ وقت، لكن الشيوخ الله يحفظهم معازيب الله يطول بعمارهم ما قصروا، انشأوا مكتب خاص فقط لإدارة شؤون وصايا غير المسلمين. هذا إنجاز وايد كبير، وفر المشاق وعناء الدرب والتعب، وفر الإنسان يضمن حقوق كل الجاليات اللي مقيمة عنده، لأنهم هاي في كنف دولة الإمارات وعلى أرض دولة الإمارات، فتحاضيهم دولة الإمارات في حياتهم وحتى من عقب مماتهم، فأنشئ لهم كل تقدير وكل احترام في حياتهم ومن بعد مماتهم، ورعاية أبنائهم وعوائلهم وتنفيذ وصاياهم عبر محاكم الدولة. الله يحفظ الدار ومسك. الحمد لله على السلام. ووصلت العروس، وصلت العروس، ابشروا يا سلام. شكرا شكرا. ما تكلم عربي انت؟ ما في كلام؟ ناس ها كلام زين. شكرا. وصلت العروس تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. ما قصرتوا يا كارزون، ما قصرتوا ما قصرتوا. بياض وجه، كل زين وكل فنان وكل غاوي. ها ما شاء الله تبارك الرحمن. ها نمبر وين؟ بابا في موبايل داخل مالي انا؟ هو يقول في موبايل، ما ادري ايش دراني كان شيء موبايل انا. لا لا ما شيء، انا ما انسى موبايلي، انا انسى موبايلي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله راد احسن من البابا. ايوه تبارك الرحمن. ما قصر ما قصر. بياض الوجه بياض الوجه، كل زين وكل فنان. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الفينيشينج، شوف الفينيشينج، ما يجيك شيء معفس وشيء طالع اطرافه. ترى ما برخيص لكن زين، ما برخيص لكنه شوف انا عندي اقتناع الزين غالي ثمن، ما شيء في وما بغالي مبالغ فيه، لكنه ما برخيص. ترى من بغى شيء ودر شيء، وكل شيء وله قيمه، والكل بضاعه شراين وسوقي. عرف واحد
كل من يابوا لي شيء كل من يابوا لي شيء ها يابي لها 4 حبات من هذا وحبتين من هذاك وقالهم اللي يبوا لي شرط خالد هذا الادمي انا ما ادري كيف كل شيء انا اسويه قلدني شو السبب منو هذا الرجال اللي قلدني في كل شيء شو السبب تقلدني بس ليش يعني شو تستفيد من التقليد بالكلام بس كلام ما شيء مشكله صلاح ما بتي عدالي انت ما لي تعال عدالي هم بيغسلون السياره انت ليش زعلان ها شو من امس زيت بتعرس انت بتعرس زيت ما لا ما في شعر حبيبي تعال 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 حبيبي لا لا شي معاس مني تعال الطرف هذا مرحبا مرحبا ابو احمد شو الاخبار صلاح وين سرت وين جيت شو كان بس سر عند قوم خلف إيه؟ منو عندهم بدري شويه يزع بس بدري بخير إيه؟ خلف إيه؟ كلهم بخير هيك كذا هيك كذا نو خلف خيخ لو هو خيخ ما تغدى المغرب حبيبي لانه من يصبح يشتغل تو جاي البيت إيه؟ شو يتغدى شو يتغدى خلف شو غداهم سالونا عايشة عيش إيه؟ سالونا شو لحم 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 تيس ولا خروف 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 قول لي خروف ولا تيس ما اعرف زين تيس ولا خروف 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 زين بس صلاح شو تو تسال مشكله شو تو تقول رياضه انا وانت انت ليش ما تسوي رياضه اول انا وحين شياك بدرت الرياضه مشكي ليش ليش تباني اسوي رياضه وما تسوي لكن تراح كل الناس يقولون صلاح استوى ضعيف الحين احسن على اول صح اي حبيبي بسم الله عليك مرحبا مرحبا ابو احمد سلام عليك زين خير خير مالك يا ابو احمد عساك بخير انت وين انت يا ابي ما تبغى العلم دولك حرمه مني يا ابي صلاح ها سعود بيوزك حربة تحبون فاضل صلاح بسيرون يلا انزي يلا مع السلامة انت بتعرس انت ما تروم التنش وين عنثرك على العرس انت عجوزة انت عجوزة الله انت ليه بغيت ليه بغيت شباب وليه ما بغيت عيوز الله اكبر مع السلامة باشر امتى بتون ساكن بتون باشر 9 زين صراحة زين زين خالد الخالد يوم يوم عليه زفريم يار خان باكستان يلا سبوي مشاهد الضوء هاي اللي تشوفونها ضوء أناس وشراقة وطيبة خاطر ودلة قهوة وفوايل يعني الحمد لله ونعمي بالحمد وشكر هذا أولا ثانيا الله يحفظكم اليوم على كثر ما أنا انبسطت في المحكمة وفي الديكورات وفي الحركة وفي السائر والياي والتسهيل اللي مقدمت لنا دار القضاء اللهم لك الحمد إلا أن حس في نفسي الحضور الكثيف للشاكي والمشكو المشكي عليه بين الأخو والأخت وحصر الإرث والكلام والصدع والديانة رقم كبير عيال ناس وعرب وقبائل وين صارت الحكمة وين صار ثبات العقل وين صار اللين وين صار بيني وبين قومي شعره انشدوا أرخيت وان أرخيت شدوا وين هالكلام وين الكلام اللين وين كلام الطيب وين كلام الله سبحانه وتعالى ان الآدمي يكون انباع ولا شرى يكون سمح وما يكون الآدمي أدنات الدون راح يشتكي في المحاكم أدنات الدون صار قدم دعوة أدنات الدون سوء فهم راح حين من فتنة صار الآدمي يشتكي ما عليه القانون تايحلكم الموضوع هذا لكن لندع القضايا والمحاكم للأشياء اللي ترزى للأشياء اللي تستاهل للأشياء اللي تعطي معنا للأشياء اللي تستدعي أن الإنسان يصير يقدم شكوى ويشتكي على أخت ولا أخو ولا صاحب ولا صديق ولا إنسان بينه وبينه أي شيء لازم الآدمي
يغدي سمح، لازم الآدم يغدي يغض النظر يتجاهل. ساعات ترى التجاهل يا ما قالوا ويا ما سبوا ويا ما غض النظر. رب العالمين، رب العالمين يدير كفة المواضيع. رب العالمين كم لك أجر أنت يلي تصفح وتسامح. ما بلازم أنت من يقول لا أدمي ولا الضالين قلت عليه، من يقول آمين قلت عليه ولا الضالين. ما بلازم، ما على كل حال من حد قال لك كلمة صرت تربع أنت للغضاء. ما بلازم من حد يغلط في حقك لو شيء بسيط صرت تربع شكاي. وينكم يا المحاكم شكايين؟ ما يستوي يعني أبوه. وين الأصول؟ وين المعاني؟ وين الترتيب؟ وين اللي تربينا عليه؟ وين يعني الشيء اللي من استوت الدنيا ورب العالمين حاط في نفوس اللوادم اللي هو التسامح وإنك أنت تصفح؟ هذا كم لك أنت من الأجر يلي تصفح الإنسان اللي غلط عليك؟ ما خليت شيء أنت إن الله سبحانه وتعالى يجازيك عليه. تبى تأخذ حقك في الدنيا يعني أبوه، خلي شوية حق الآخرة. شيء حز في خاطري، يمي المحامي ويمي الحريم والريايل، الشاكي والمشكو عليه، اخته ويا اخوها، بنت عمه ويا بنت خالته، رجال ويا حرمته، هذا ويا انسابه. يعني شيء ما يرزى وسخ الدنيا. قالت لي كلمة الفلانية وقابضة عليها، مسجل ومسجلينها زين، مسجلينها ممنوع تسجلين. شو أنت وحدة؟ والله إني تقوم زخت إنها مسجلت إنها بيدي، وهذا الشريط مروي القاضي. قلت والله يا بوش ينسمعك القاضي لا يعقك أنت وشريطك داخل السجن، ممنوع السجلي. ترى لا دمي ما بالله كله من غلط عليه، ما عليه غلط. طريقة الشكوى لها أسلوب، ما شيء شرات الصلح، ما شيء شرات الصلح. وحين قاضي الوادم باروت ما تتحاكى، أدنات الدون كبريت وغاز، شبريت وغاز، أدنات الدون الواحد بق، أدنات الدون الواحد بق. في الوقت اللي خطف جليل اللي يصير الأول، عيب الحرمة تصير تقدم تشتكي، وعيب الرجال ولد العرب يوصل المحاكم. المحاكم الأول جليل اللي حد ييها، جليل شرات المنقود، شرات العيب الأول. الحين اللي له لازم واللي ما له لازم، اللي له دعوة ترزى وتستاهل صار المحكمة، واللي على أدنات الدون فروخ يضاربون بين اليران بين اليار وياره. نشوا بلغوا الشرطه، فلع ولدنا طراس دمامين جاي يتنشق دمانه، وتنشق دمانه. لا احنا نقصنا ولا اهل الهوى زادوا، شو المشكله؟ انبون هالعرب ابوي يضاربون يتراضون. يا ما ضو تصبح تمسي ضو تصبح رماد، ضروري العداوة وشكاوي سأشال ولا تترتريب. برويكم الشرطة من يريركم في المحاكم. مرايل هي ما بمرايل، هي ما بمرايل ولا بالنوع يعني. والنعم الحين سيرة المحاكم هب والنعم معلوم لو الحق عندكم، لكن الصفح زين، الصفح زين. وغلط أبوي على ولدكم وفلعه وانطر راسه في قرستين، صلى الله وبارك فالله المؤمنين القتال. بيدبون أهله والله لا يدبونه، أبوه لا يضربه، وأمه لا تداويه دوى السنة في دقيقة. يا غير أستأست على العرب. أنا أبوه المحاكم الحين والشرطة ما لهم مهرة إلا والله سرقوا سيكلنا، إلا ولدكم خطف على السيارة وشمخها، إلا ما أدري منو فر السيارة، إلا بشكارتكم ضيايبة لقن ما أدري شو بيتنا وشمخت السيارة. إنزين شو تسوي لك على الحرمة فقيرة؟ شو بيديهم الحيلة الحين؟ شمخة وموترك يعني شي يسوون؟ يسفرونها البشكارة، يسفرونها. انت ما تخيل والله يا ابوك ريال بشكارة شامخة بطرف سيارته ويبى تعويض من راعي البيت. شوفوا مقواهم. من عفى وأصلح فأجرح على الله. انت ما تبون اللجر، ما تبون اللجر. أدنات الدون محاكم شرطة، محاكم شرطة. خلوا بوي الوادم والله يا ابوكم، الناس بوي مشغولين والناس ما لهم بارض. عيستوا الشرطة، عيستوهم من الشكاوي، وعيستوهم من القال والقي ناهيك عن هذا ما أدري شو مسوي، وهذا والله ما أدى الأجار بذات الأجار مال السيارة، وهذاك ما أدري شو. هذه أمور لم ينزل بها الله من سلطان، أمور والله. شاب إماراتي محترف مش مبتدئ، محترف عنده مشروع
ويبى الناس تعرف عنه. مشروعه عبارة وعنده ترخيص من دائرة التنمية والاقتصاد في الدولة. هذا مرخص وهذا اللي تشوفه تحت منك. هذا مشروع عبارة عن ست مضارب ست كامل. هذا ست مضارب ست كامل. هذا شنطة مثلا. وهذا بعد عود بعد منقير. وهذا بعد عود ثاني. الحجم هذا زراعي اسمها. هذا النوع الزراعي. وهذا بعد عود بعد منقير. ايوه ها دقه نحن نسميه شرط الدقه وهو ما بدقه يعني شوي اكبر عن الدقه. وبالنسبه للعطورات اللي هالنمونه هايين بدال ساعات حد منهم يقولون نحن ما ضروري ناخذ ست كامل. زين اللي ما يبى ست كامل اللي هو عباره عن سته المضارب سته المضارب من كل مضرب مسوين ابو روحن هاي روحن كل مضرب روحه. نوعيه العطر الموضوع كله متعارف عليه كلن ابوي عنده ريح وكلن عنده عطورات وكلن يبيع وكلن يشتري لا بعيب ولا بمقود. يا غير اللي يفند الموضوع هذا ان الريال هذا تركيبه زيوت العطورات مسويات في لندن من بريطانيا والاغراش المضارب فرنسيه يعني حسين في الشام وجثته في كربلاء. هذا اللي تشوفون اكن المضارب وكل ترتيبه عاده كله زين والله يرزقه وشاب طموح يعلى الله يرزقه ويرزقنا ويرزق أمة محمد أجمعين. على البيع والإداري يحشر الوزير على الوكيل وهذا فعلته وهذا تركته وهذا هذا أبداً أبداً. هذا يا أبوكم سبب خراب لبيوت. هل بتطبع النصيب فلان؟